لعمل مسرحي تضامنا مع اخواننا في الغوطه، وذلك لايصال صوتنا الى جميع العالم وخاصه حكام العرب بان اطفال الغوطه محاصرين وقصف ممركز عليهم وممنهج من قبل عصابات الطاغيه بشار الاسد. عمل مسرحي من خلاله وضحنا عن الحياه اليوميه لاهالي الغوطه التي تسودها القصف من صواريخ وبراميل متفجره ومواد سامه وكلور، كما كان المشهد هو عباره عن تمثيل متدربين عليه طويلا، فما بالك في ان يكون هذه الحياه التي يعيشها اهلنا في الغوطه. بيوتنا بدنا نرجع، ما بدنا بحارتنا مدفع، صوت رصاص ما بدنا نسمع، نحن خلقنا حتى نعيش، مو لنموت او نتوجع. عم تسمع